طابت اوقاتكم بكل خير، مرحبا بكم معنا في ساحه النصر من بطوله كاس خادم الحرمين الشريفين، اغلى البطولات واهم الكون. واشرك الشوط الثاني كلاعب ثمانيه وعاد بعد النشيد الوطني السعودي قبل انطلاقة أحداث هذه القمة التي تجمع القائد السابق في مانشستر يونايتد أمام القائد السابق في ليفربول. يلعبون بباولو فيكتور، محمد عبد الرحمن، مارسيل تيسران، هندري ري في قائمة جيرارد. بالنسبة للنصر في هذه المباراة يلعب إلى مرمى نواف العقيد من عبد الإله فؤاد، ولكن أمام دفاع لا زال منظم عن الهدف ثم الاقتراب أكثر من الهدف. فيها خايبري البروزو، تعود الكرة باتجاهه تاليسكا، تعثر مرة أخرى، ترى تصل بعد ذلك للابورت، غيرة هنا كان ينتظر رونالدو، ساديو ماني أو تاليسكا، الاثنين كانا بعيدين عن رونالدو في اللقطة الماضية. والخطأ يحتسب الحكم على الخيبري في هذه الأثناء، اعتبر متداخل في اللعبة. بعد لقطة أخرى تاليسكا، احتكاك مع حمدان، 10 لاعبين حتى والمباراة على ملعب وبين جماهيره ويملك إمكانيات أعلى، ولكن كم من النجوم، كثير من الكرات بين لاعبي النصر، ولكن انتشار الاتفاق يجد النصر صعوبة في إيصال كرة للخط الهجومي. فيكتور مباشرة على جهة اليسار إلى حمدان، لمسة لهندري هذه الأثناء من ساديو ماني، فيكتور باولو يلعب الكرة الطويلة أمامية، رأسية خطيرة، اندرسون يلعبها باتجاه حامد، محاولة المرور لكن أمام تغطية وتدخل من جانب الخيبري في الدور الدفاع ضد حامد وايندار، خطأ ضد حامد الغامدي وايندار، إن شاء الله لعبد الإله. فوفانا في المساحة حلوة، سيكو يصل الكرة، البحث عن حل، سيكو يبحث عن كرة عرضية، ينتظر مساندة، يتأخر شوية، يبحث عن ركنية، أمين على مستوى بطولة الكأس، تيليس يلعب كرة عرضية خطيرة لكن فيكتور يتدخل بقبضة اليد ليبعد الخطر بعد فرصة كانت خطيرة جدا. نيات خط الوسط، مش عارف إذا كان كاسرو يفكر في عبد الرحمن غريب، ممكن ساندت رونالدو، تيريس عند مساحة انطلاقة على جهة اليسار، محاولة نصراوية في هذه الأثناء، أليكس لمسة لساديو ماني، يصل الكرة، ماني يحاول في هذه الأثناء البحث عن رأس رونالدو، الكرة نصراوية لمن تعود كجناح أيمن، مر الفنان مر، أوتافيو مر، ولكن التغطية وبعد ذلك الحكم يشير إلى خطأ لمصلحة أوتافيو، وإنذار على حمدان بروعة كبيرة لوحده كان أمام أكثر من لاعب، حل فني رفيع المستوى، حل جدا أوتافيو في وسط الميدان وعلى الأطراف يفعل كل شيء تقريبا، خطأ موجود على حمدان في هذه اللقطة، وبعد ذلك إنذار على حمدان الشمراني. وخطأ نصراوي في مكان قريب من منطقة الجزاء. يونايتد وبورتو وبشكتاش أيضا سابقا، عيون رونالدو وترقبه وانتظاره، جدار نصراوية في مكان خطير للغاية بعد 70 دقيقة لعب في هذه القمة مع هذه الفرصة الخطيرة لمصلحة النصر، هل يفعلها العالمي مع هذه اللقطة؟ باولو يترقب في انتظار هذه الكرة، الفرصة النصراوية تلعب روعة ولكنها مرت حل يسرى لأليكس، شوية مرت بمحاناة القائم من تيليس، جاي ريتشي المخرج لأحمد الغامدي، النقطة الماضية خطيرة جدا لمصلحة الاتفاق، نواف لحسن حظه ان الكرة لم تكن في اتجاه المرمى، فرصة كانت خطيرة على مرمى نواف العقيدي اللي جل الكرة، عدت من الكرة ولكنها لحسن حظ، كانت لحسن حظ انها كانت خارج الملعب، تعود الكرة لعبد الإله، ضغط اتفاقي في هذه الأثناء، ساديو ماني في مكان التسلل، واحدة من أقل مباريات لساديو ماني في هذا الموسم، أد أن الكرة لم تخرج، المخرج راح يعيدها، حتى كاسرو يحتج
بشكل كبير في اللقطة الماضية على كرة يوتابي. قلب عطاء الهجوم في الفريقين بصراحة في شوط المباراة الثاني. صحيح أن النصر مسيطر ولكن بالقليل من الخطورة في الوقت. الكويت بتمريرة لكن التغطية بروعة من جانب لابورت، خطيرة اتفاقية في اللقطة الماضية، قضى عليها الدفاع النصراوي، قضى على تيسيرانو. عمل صعب كويفي في اللقطة الماضية أم أن لابورت عرف كيف يقتنص الكرة. الخطأ اللي كان موجود بصعتي مارسيل. جمهور النصر يدعو رونالدو لحسم الوقت في شوط المباراة الثاني. تصل كرة لساديو مالية، تغطية وتدخل أمامه، رمية عدد من اللاعبين. تيليز كنترول حلو، تحرك بجانب ساديو ماني. الكرة العرضية صدمت فيها خطأ، نعم لمسة يد، لمسة يد في اللقطة الماضية. أن يخرج إندار، أن يخرج إندار كان يطالب رونالدو. ردة فعل رونالدو في هذه اللقطة، نحن في حاجة إليكم رونالدو لجماهير النصر، نحن في حاجة إليكم. بعد أن تكلم حكم المباراة على محمد عبد الرحمن بوجود لمسة يد، حكم اللقاء اعتبر أنها غير متعمدة، بالتالي استمر اللاعب في هذه الوضعية. رونالدو عليه أن يحذر إذا كان الحكم شخصيته قوية مع احتجاجات. يمكن في ليالي صعبة تردد الجماهير رونالدو، تسديدة لكنها في الجدار. مرة أخرى رونالدو طويلة بالرأس، خطيرة لكنها مرت. يا الله كلام اللقطة الأخيرة للعمري بعد تسديدته وتمريرة رونالدو. شوف بروعة كبيرة من كريستيانو، الارتقاء روعة، الضربة الرأسية، لمسة باتجاه ساديو ماني، جهات اليسار طويلة خطيرة باتجاه رونالدو لكنها مرت أمامه. وبعد ذلك سهلة للحارس باولو فيكتور، سهلة لباولو فيكتور، هرب رونالدو من الدفاع لكن الكرة ماني. لمسة لفينالدو على جهات اليسار، أحمد يحاول اتفاق عن طريق حمدان. يكون وزنه من ذهب، يصعب تعويضه في هذه المباراة فيما لو جاء في أي لحظة في الدقائق القادمة المتبقية القليلة على النهاية. تغيير اتجاه اللاعب من هندرسون، تصل إلى الكويكبي حمد بلمسة سرالي، مثل ما ذكرت لعبة في فنربخشة وفي العديد من الأندية في ألمانيا، لعبة في فولفسبورغ، مدافع الكونغولي. هندرسون يلعب كرة طويلة في المساحة خطيرة في أقصى جهات اليسرى لكنها بعيدة على أحمد الغامدي. وصل بخطأ من ساديو ماني، سعدها هندرسون طويلة خلف المدافعين، خطيرة باتجاه الغامدي في أقصى جهات اليسرى. يصل الكرة أحمد يحاول أمام خيبري، يحاول طويلة باتجاه رونالدو. صراع السرعة بين كريستيانو وهندري، خلصها جاك إلى هو. صراع كبير جدا بين رونالدو وهندري للفوز بالكرة، للحصول على الكرة، للحصول على المرتدة، للحصول على الفوز، للحصول على التعاون. كبير بين جاك وكريستيانو. شوفها مرة أخرى، جاك بالسرعة أمام رونالدو، وهذه اللقطة اللي كان فيها معركة تقريبا بين. يعيد الكرة مرة أخرى، برد فيها كثير من التوتر بصراحة. شوف اللقطة بين حمدان وساديو ماني، طلب ماني بخطأ في اللقطة الماضية. العمري ضاعت منه ولكن الخيبري بتغطية تحولت بعد ذلك إلى ركنية اتفاقية. في صف جيرارد أم في صف كريستيانو؟ كريستيانو رونالدو في كثير من الأوقات، بينما محاولة لمصاعته هندرسون على تنفيذ ركنية. ثلاث دقائق أخيرة على نهاية المباراة. هندرسون يلعب الكرة العرضية، تبعد لجانب من كريستيانو ولا غيره. العائد للدفاع بروزوفيتش، صراع الكرة مع الغامدي، يكسب الغامدي، يمر أحمد في هذه اللقطة، يلعبها إلى هندرسون، أمامية طويلة فيها تغطية من جانب العبري، البحث عن كرة طويلة، تأخر فيها وبعد ذلك إلى رمية جانبية لعبد الإله. رونالدو من بعيد الدفاع عن مرمى النصر في اللقطة الماضية، ثم بعد ذلك يحاول أن يسجل في مرمى الاتفاق لحسم الأمور. عن شباك الخصم، خطأ وإندار، إندار، نعم إندار. يا الله
دقائق صعبة في هذه المباراة. نعم نعم، الإثارة بلغت ذروتها الآن. طرد على الاتفاق، تدخل قوي ومعركة بعيدا عن الكرة على العشب بين اللاعبين بدون كرة. في هذه اللحظات المعركة أكبر وأبيض بطريقة رائعة. الحكم طبعا أخرج بطاقة حمراء، وسننتظر ما هو قراره بعد ذلك، لمن ستكون البطاقة الحمراء في ظل هذه المعركة الدائرة بين لاعبي الفريقين. من أجل أن لا يستعجل الحكم سيتخذ قراره، ثم بعد ذلك الاحتكاك مع هندرسون، الطارد لهندرسون. بعد ذلك الحكم شوفه في هذه الكرة، بعد أن مر أوتافيو طريقة رائعة، تدخل ثم نعم احتكاك من جانب هندرسون، ثم الحكم يخرج البطاقة الحمراء لهندرسون قائدي ليفربول السزازي من يترك مكانه في هذه الأثناء. وبعد ذلك مباراة الليلة، وبعد ذلك الحكم ببطاقة حمراء يبقي هندرسون. احتكاك كان اعتبر عادي، لم يخرج بطاقة حمراء. هزازي اعتبر في تدخل قوي، يخرج هزازي مطرودا بالبطاقة الحمراء. تتساوى الكفتان ويبدو أننا قريبين أو الذهاب إلى أشواط إضافية. الكرة لبروزوفيتش تصل لمساعة فوفانا، من يحسم الأمور في اللحظات الأخيرة كبيرة في مباراة كبيرة. تيريز ماني، لمسة لبروزوفيتش على حدود منطقة الجزاء، تصل إلى خيبر، تحرك من جانب أوتافيو، العودة لبروزو مرة أخرى، يندفع النصبين العمري تسديدة قوية صدمت في الدفاع الاتفاقي. عادت في اليمين الفنان القصير الخطير المكير أوتافيو، عرضية روعة، لكن الدفاع الخيبري مرة أخرى عرضية أخرى، والدفاع يتدخل ضغيم قوي في هذه الأثناء. من يحسم الأمور؟ الضغط النصراوي الهائل أم صلابة الاتفاقيين؟ ننتظر الدقائق المتبقية. بروزوفيتش يلعب كرة عرضية بالرأس، مرت بنا الجميع، خلصها بعد أي هجمة مرتدة معاكسة. الكرة تصل إلى خيبري، لمسة لعبد الإله العمري في جهة اليسار، لابورت. أوقات الحسم دائما في كثير ريال في العديد من المواعيد مع يونس. أشواط إضافية أم تحسم في الرمق الأخير؟ هل من كلمة في اللحظات الأخيرة؟ خطأ لمساعتي عبد الله. محمد محزن الخيار القادم في تشكيلة الاتفاق. طويلة الكرة أمامية، محاولة لكن فيها تغطية من جانب خطيرة، لكن الدفاع تدخل ثم أوتافيو يبعدها في اللحظة الأخيرة. الدفاع كانت على أعتاب المرمى، بدأ أنه في خطأ على أوتافيو. شوفها مرة أخرى، تدخل أمام على الجهة اليسرى، يحاول مرة ساديو ماني، وتمرير الكرة يا إلهي، يرفض هدف رونالدو الأخير في اللحظة الفاصلة، في اللقطة الأخيرة، الكرة اللي كانت على أعتاب المرمى، التمريرة والكرة المين بعيدة عن المهاجم. الفرصة الأخيرة على نهاية الشوط الثاني من أحداث هذه المباراة. تعود الكرة إلى أوتافيو، لم يطلق الصافرة بعد. سيكو فوفانا، هندري المتألق، ثم فينالدوم، ثم هندرسون. الأخيرة، الكرة الأخيرة، اللمسة ساديو مرم لعبها لكريستيانو. هندري حارس قبل الحارس، صلابة دفاعية لا مثيل لها، تألق دفاعي بالنسبة للاتفاق في هذه. ثم بعد ذلك يستأنف اللاعب، فرصة الأخيرة لكريستيانو رونالدو، تمرير رونالدو، محاولة رونالدو، تمرير لمن؟ هي تمريره يا إلهي.
والله كرة الفرصة الأخيرة خلاص. الاتفاقيين تنفس السعداء بهذه الفرصة القريبة. ضيع النصر الهدف، لا أعلم إذا كانت علامة لشيء ما. لقد كانت على أعتاب المرمى، وكان التفوق متعادلة بين الفريقين. أجل التنافس أو أجل الحسم إلى أشواط إضافية. قبل استئناف الأشواط الإضافية، مزيد من الحديث حول شوط المباراة الثاني رفقة الزميل عزيز الأخضر بريش مع الكباتن العزاء. لقاء ينتهي بالتعادل من دون أهداف بين النصر والاتفاق، ويغتنم فرصة طرد اللاعب في الشوط الأول. كان ينقص جرار نوعا ما من الجرأة، نوعا ما من الشجاعة، لأنه اكتفى بالدفاع. نادي النصر من اللاعبين، نادي النصر يحبوا أنه يلعبوا يمسكوا كورة. نعم. لما تكون لم يغامر لم يهاجم. غريب 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 وطالع يمينه، حلو جدا. سد 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 ساديو، وتسديدة في منتهى القوة، منتهى القوة. يا سلام، كرة وإيدي ورا ظهره عشان ما يبقاش فيها شبهة أي حاجة، وتطلع وتبقى ضربة ركنية، لكن تسديدة بشماله قوية جدا جدا. يا ساتر، ضربت في صدره بمنتهى القوة وتبقى ضربة ركنية من ناحية اليمين. تحركات داخل عدت الناس كلها وجي من تحت على طول حطها. مين اللي عمل بقى الكره دي؟ اللي عمل الكره دي البديل ايمن يحيى. عشان كده كان لويس كاسترو سعيد جدا، لان هو اللي نزل ايمن يحيى في هذا التوقيت. حطها عرضيه حلوه قوي 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 قوي، والهدف الاول لنادي النصر في الوقت القاتل، في الوقت القاتل. يا سلام يا سلام على فرحتك، لانه هو بيقول لك انا اللي منزله. طبعا هو في غيرك، هو في غيرك منزله طبعا. هدف الأول في التوقيت القاتل لساديو الدقيقة 108، في الدقيقة 108 يعني في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الثاني الإضافي، ساديو مانيه. هنا بقى جيرارد ما قدموش غير إن هو يفتح على البحري. طالع اللاعب رقم 18 محرز أو محرزي اللي كان لسه نازل. محزري خرج. أيوه محزري خرج، وهنشوف مين اللي نزل حالا. محزري الشمال يلم كورته مرة تانية بشماله، الشمراني على وسط الملعب هندرسون، هنا خالص في اليمين 100%. لأن مدرب النصر عمل تغييرات ممتازة، نزل خرج ظهير، نزل مكانه جناح، حط بروزوفيتش في ظهره عشان يأمنه. قوتها، يا سلام عليك، يا سلام عليك، يا سلام عليك يا باولو، يا فيكتور، في توقيت روعة روعة روعة. هنلعب كده 10 11 دقيقة من نار من نار. يلم كورته، عايز يعدي أحمد الغامدي، أحمد الغامدي، أحمد الغامدي، يدوس على كورته رافع غامدي ورمي التمات. لابورت، بروزوفيتش، لمسة باتجاه أوتافيو فيها مساحة انطلاقة نصراوية خطيرة خطيرة لأوتافيو. أوتافيو يبحث عن رونالدو، تمريرة لكن التغطية بروعة. سريلا هندرسون ضندي، أيمن يحيى، بروزوفيتش، حلوة جدا. ساديو ماني في اليمين، والشمراني، ساديو الشمراني يهزه كده على الأرض ويرجع بيها ساديو مرة. ساديو ساديو حطها 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 حطها، هوبا ده بيقول له ما فيهاش حاجه. كريستيانو عارف الراجل ده عصبي، يقول له بيبقى عصبي ما تعرفش هيعمل ايه. هي فيها وعليها، هي فيها وعليها الحقيقه. بينالتوم، انطلاق، انطلاقه بشده من اوتافيو، فيها انذار اكيد، فيها انذار اكيد. هو بيقول له ارجع للفار في الكره اللي فاتت، لازم يرجع. اذا الفار قال له ارجع، لكن اوتافيو اخذ انذار.
الكره اللي فاتت بتاعت ساديو فيها وعليها. خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك خلي بالك هم رجليه صعبه قوي يا كريستيانو، صعبه قوي على غريب، صعبه جدا على غريب، لكن يرجع كريستيانو يقطعها وتب من ناحيه اليمين. سعد طويله وعاليه مردوده مره ثانيه، كريستيانو تسلل فعلا وده انطلاقه من ناحيه شمال. احمد الغامدي احمد الغامدي احمد الغامدي دخل جوه دخل جوه دخل جوه الخيبري بفاول، حته صعبه قوي للعقيدي سهله جدا، انطلاقه سريعه خطير 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 خطيره. لكن يا ولد يا ولد يا باولو هيفك وقت هنشوف قد ايه. غريب 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 وكريستيانو غريب وكريستيانو حطها كريستيانو يلم كورته بخبره بقى يضيع الوقت، قول له رجع لورا براحتك دي، قال له رجع لورا ما رجعش لورا ويرجع مره ثانيه بيقول ما فيهاش حاجه الحكم. عبد الاله العمري 10 على 10 اطول من اللازم رايح لها ساديو خد ساديو خد ساديو خد ماشي خطير خطير خطير. تولد 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 والبنزين خلص، تولد تولد والبنزين خلص، البنزين خلص. وادي واحده ناحيه اليمين هندرسون براسه خطيئه اطول من اللازم الدقيقه الاخيره ويطلق حكم اللقاء بييرو مازا جوميز صفاره نهايه الشوط الثاني والمباراه لعبور نادي النصر الى الدور ربع النهائي بهدف لهذا والاتزان الحقيقه ويستحق منا كل تقدير. بشكر صديقي وزميلي الكابتن احمد عز على هذه الرفقه الجميله مع تحياتي مدحت شلبي، والان الى الاستوديو التحليلي والزميل الاخضر بالريش وبصحبته الكباتن الكبار بدر الحقباني عادل السليمي والنجم حازم امام. مية مية حماد، مية مية جميل.